يجب أن تبطلون هاي القذارة والحقارة اللي أنتم تتصرفون بها. توصلني الناس وأوصل لك، وأنا في اللقاء مع دولة الرئيس، وعلى هامش اللقاء بعد هذا قال لي دولة الرئيس، قال لي أنا أتابع وأن فريق يتابع هذه المناشدات ومظلومية الناس، وأي شيء يأتيني منك ألتقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المواطن عنوان فيصل الربيعي، بعنا مجمع سيارات 26 معرض وحاصل على الموافقات الرسمية، وأرضي القاع مالتي 5 دوانم ملك صرف، لا زراعي، ملك صرف، وحاصل على كافة الموافقات الأصولية ومرفوعة من قائم مقامية لحد المحافظة إلى قيادة عمليات بغداد وعمليات المحافظة. دعمتني قوة من الجيش قبل 5 أيام، ممنوع تنصب كاميرات على المعارض. يا بليش أمر فوج يقول ممنوع، يا بشين الممنوع، أنا ما أكمل، عندي بناء وعندي حاصل على إجازة بناء وما عندي أي شيء نقص. قال ممنوع من أحد يطب ولا أحد يطلع. يا بشون مو عمليات بغداد، تجي لازم تكشف وشوف الكاميرات وشوف الأثاث وشوف كل شيء موجود بالمعارض على متطين الموافقات الأمنية. يقول لا، إلا تجيب لي أمر من عمليات. يا أبا هذا كتاب أنا جايب لك بالشهر السادس، يقول الجيش ما إحنا ما لنا علاقة بالبناء، علاقتنا بس بالموافقات الأمنية. فالبارحة يوم 19 أنا رفعت الكتب إلى عمليات بغداد، إجا اللواء حسين مسؤول الجراجات والمعارض السيارات، الكشف على المعارض على موضوع الكاميرات وموضوع القطعة. فإجا الرجل لقى قوة بالمعارض، ممنوع تدخل وممنوع تطلع من الممنوع منعا باتا، لأن قبل كم يوم أنا سئت إلى القوة العسكرية الماسكة بالأرض، بس الموضوع كان يخص أفراد وضباط اللي أنا حكيت عليهم، وممنوع بمرقائد الفرقة. فالموضوع صار بيسوهم فيهم، فالرجل راح قابل قائد الفرقة، واليوم أنا قابلت اليوم 20 قابلت بالعمليات. قال أخي أنت صاير تجاوز على حسين المالكي. أنا حسين المالكي ما عندي شيء ويا الرجل، بس أنا كان أقول عامر الفوج وعامر اللواء السابق هم اللي سبب أذيتي، وأنا بالنسبة لي موافقاتي سليمة وأي شيء ما فيه. نعم أستاذ أنا آسف جدا، أخذوا من عندي 100,000 دولار الفرقة لواء علي عبد الرزاق عامر اللواء، وكذا قائد فرقة محمد رشيد، أخذوا من عندي 100,000 دولار وخسرون وتعبون وهجموا بيتي، وأنا حاضر وخدمتك وأنا آسف على. يبدو الاتصال مع علوان انقطع، أو ما أعرف صارت ردة فعل عندهم بالإجابة يردون أو ما يردون، لأنه البارحة الاتصال اللي صار أنا لفتت نظر القصة، قلت له إلى صاحب القصة صور لي فيديو حتى يكون صورة وصوت، لأن هناك اتهام لفرقة 17 ولواء وبالأسماء أنه هم ماخذين من عنده 10 دفاتر بالحجة والموضوع والعنوان الذي تحدث به. حس احنا أثناء البرنامج قد نعيد الاتصال نحصل علوان أو ابنه، واحتمال ما نحصل، لكن علوان شخص معروف ورقم تليفونه يمنى موجود، لأنه القضية عندما يتم ابتزاز ومساومة مواطن بهذا الشكل مع ذكر الأسماء أمام الرأي العام، فهي القصة موجودة أمام وزير الدفاع، وفرقة 17 موجودة، وأمر اللواء موجود، والرجل موجود، وأيضا القائد العام يهتم بهاي التفصيلات، وكلا يدلو بدلوة، قائد الفرقة وآمر اللواء والشخص، منو صاحب الحق؟ وليش هاي القصص بعتي ما زالت موجودة، الارتشاء والرشا ومساومة المواطنين؟ أنا الناس تعرفني وتليفوناتي موجودة وممكن يتصلون بي. فإلى كل مسؤول
لا تعتقد نفسك أنت في مأمن، توصلني الناس ووصل لك. وأنا في اللقاء مع دولة الرئيس، وعلى هامش اللقاء بعد هذا قال لي دولة الرئيس، قال لي أنا أتابع وأن فريق يتابع هذه المناشدات ومظلومية الناس، وأي شيء يأتيني منك ألتقطه. فأنت خاف تعتقد أنه أنت ممكن يضم لك فلان وفلان، لا، أنا اتصال مباشر بهاي المناشدات مع مكتب رئيس الوزراء، لأنه يجب أن تبطلون هاي القذارة والحقارة اللي أنتم تتصرفون بها. تعتقد أنه هذا المواطن ما يقدر يوصل؟ لا، بوبنا مفتوحة وعندنا اتصال مباشر مع الدولة. ويا معالي وزير الدفاع، يعني مرة واحدة مكتبك فرحت ردوا عليه، صارت كثير من المناشدات ماكو واحد يرد، وأنا أيضا اتصل عليك. هاي القصة إذا أنتم يهمكم ويجب أن يهمكم أن ترجعون إلى حقه، هو هذا المواطن اللي أنا متأكد هو الآن متردد أن يتحدث، لكن لا نخاف، من نخاف مو حق واحد يضيعنا، يضيعنا حقوقه هواية.